إذا كان المنتوج الوطني يكفي لعاملية إيفاء بالتزاماتهم في تمويل السوق في رمضان لنذهب إلى الاستيراد، وإذا ما يكفيش بدل ما نذهب إلى عملية استيراد اللحوم المجملة نستورد هذه اللحوم. مع الأسف الشديد تعليقات وأنا هناك، أنا قلت يوم الثلاثاء إن شاء الله أنا راح ندعي هؤلاء المربين يجوا عندي ونديروا اتفاقية بيني وبينهم، هم يلتزموا بتمويل السوق الجزائري بالأموال باللحوم الحمراء بأسعار معقولة، هم قالوا 800 دينار إلى 1000 دينار بالمقابل أنا نحميه. أما نترك المستهلك الجزائري كل سنة يعاني من مشكلة اللحوم الحمراء، أعتقد بأن هذا ليس من الأخلاق الجزائري، وأعتقد هذا من واجبي تنظيم السوق.